وأيضا للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتور محمد صباح الخير، وعايزين بالطبع يعني نتكلم مع حضرتك على هذا الأداء المشرف لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي ترصد لحظة بلحظة يعني الإدلاء بالأصوات في جميع المقرات الانتخابية في جميع بلدان العالم. يعني ماذا عن تقييم ورصد هذه العمليات وهذا الإدلاء بالصوت لحظة بلحظة طوال مدة فتح أبواب اللجان في عمليات الاقتراع الخاصة بها؟ صباح الخير يا فندم. احنا منذ اللحظة الأولى لبداية الاقتراع في مساء يوم الخميس، لما فتحت أولى الدول دولة نيوزيلندا الساعة 10 مساء يوم الخميس، بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة العملية الانتخابية في الخارج. احنا عندنا فريق مكون من 100 مراسل بيرصدوا العملية في 121 دولة في 137 لجنة انتخابية، وزي ما شفنا خلال الأيام اللي فاتت ان في إقبال كثيف في الدول العربية، وده نظرا لان الاجازه الاسبوعيه للعاملين بالخارج هي يوم الجمعه، ونعتقد ان شاء الله ان النهارده الحد هي الاجازه الاسبوعيه في معظم الدول الاجنبيه في اوروبا وامريكا واستراليا، وان شاء الله يكون في اقبال كثيف زي ما كان في الدول العربيه في ايام العطلات. نعم، واضح ان يعني غرفه العمليات بتعمل بالتوازي في الداخل وايضا في الخارج، بالاضافه بالطبع الى متابعه عمليه الفرز التي تتم الان في نيوزيلندا. كيف يعني تدور الامور داخل غرفه عمليات تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، خصوصا انهم متطوعون؟ غرفه العمليات في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين غرفه مكونه من اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ممن لديهم الخبره في العمليه الانتخابيه ومتابعتها ورصدها، ومعهم مجموعه كبيره من المتطوعين في الداخل وفي الخارج. المتطوعين في الخارج وصلوا حوالي 100 متطوع، بنغطي نسبه كبيره من المقار الانتخابيه في الخارج، والمتطوعين في داخل مصر بيتجاوزوا 3000 متطوع متوزعين توزيع جغرافي على مختلف لجان الجمهوريه في 27 محافظة، فنقدر نغطي مختلف اللجان الانتخابية ونرصدها. وبالفعل لما بدأت العملية الانتخابية في الخارج كان لينا رصد دقيق ومميز للعملية الانتخابية، بداية من نيوزيلندا مرورا بالدول حتى في على مدار ال 24 ساعة، لأن زي ما حضرتك تعرفي إن التوقيتات الزمنية بتختلف، فبتخلينا شغالين 24 ساعة، وده بيصعب المهمة، ولكن الحمد لله تمت بنجاح إلى الآن. وفي الداخل بإذن الله يكون الموضوع أحسن من كده بكتير كمان، لأن الداخل هتشتغل الانتخابات من 9 صباحا إلى 9 مساء، فده بيوفر الجهد في ال 24 ساعة. نعم، مدى التنسيق والتعاون مع السفارات والمقر الانتخابية في الخارج وأيضا في الداخل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلى أين تذهب نتائج يعني المتابعة لحظة بلحظة من جانب تنسيقية شباب الأحزاب لكل مقر انتخابي؟ والله المشهود والملاحظ من السفارات والقنصليات في الخارج هو تعاون شديد جدا مع الناخبين، بداية من وضع اللافتات الإرشادية في مداخل السفارات والقنصليات اللي بتوضح إزاي يكون الصوت الانتخابي صوت صحيح، وإزاي تسهل من مهام الناخب في أداء حقه الدستوري. بعض القنصليات والسفارات كان في عندهم مشاكل داخل البلدان لتباعد المسافات زي استراليا، فوفروا باصات تنقل الجاليات المقيمة إلى أماكن الاقتراع، وده برضو كان من التسهيلات اللي قدمتها القنصليات والسفارات عشان كل مغترب مصري في جالية في الخارج يستطيع أن هو يؤدي حقه الدستوري في هذا الاستحقاق المهم والخطير. كذلك التعاون على أعلى مستوى، أي مشكلة بتظهر في تسجيل شديد للعقبات سواء في الضوابط اللي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات باستخدام جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي عشان نقدر نصل لأن كل واحد يعبر عن صوته بحرية تامة وبسهولة. نعم،
يعني مدى التنسيق ايضا مع الهيئه الوطنيه للانتخابات، خصوصا ان لديها يعني هذه المره العديد من الوسائل الجديده التقنيه التي تساهم في يعني تسهيل عمليه الادلاء بالاصوات وايضا متابعه ورصد ما يحدث داخل المقر الانتخابيه لحظه بلحظه؟ يعني احنا زي كل الجهات اللي مشاركه في رصد العمليه الانتخابيه بنحظى بالضوابط اللي الهيئه العليا للانتخابات حطتها ووضعت فيها ضوابط ميسره للتعاون مع كل من يرغب في المتابعه والرصد، بدايه من تسجيل طلب المتابعه والرصد وصولا الى اصدار التصاريح الخاصه بالمتابعه والرصد العمليه الانتخابيه بالضوابط المحدده من الهيئه العليا للانتخابات. وكانت في الحقيقه هي ضوابط سهله وواضحه، ويستطيع كل من يريد ان يتابع ويرصد العمليه الانتخابيه ان يحقق ذلك وفق الطرق القانونيه والمشروعه والضوابط اللي بتحددها الهيئه العليا للانتخابات. نعم، من واقع الرصد والتقييم للمشهد الانتخابي في العديد من دول العالم، ما الذي يميز هذا العرس الانتخابي عن يعني سابقه؟ يعني احنا نقول ان الظرف ظرف خاص وحساس لما يمر به العالم اجمع من تغيرات كبيره جدا على المستويات السياسيه والاقتصاديه. اعتقد ان الجاليات المصريه في الخارج ضربت مثال كبير جدا 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 على الانتماء للوطن، والصوره خير دليل. الصور التي تتناقلها وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من الحشود في الدول العربيه والدول الاجنبيه تدل على ان المواطن المصري في الخارج مدرك لخطوره هذا الاستحقاق، ومدرك لان المشاركه الفعاله هي خطوه ايجابيه في طريق الجمهوريه الجديده، وهو ده الشعار اللي رفعته التنسيقيه وانزل شارك. بعيدا عن الاختيارات، لك مطلق الحريه في ان تختار المرشح اللي حضرتك عايز تختاره، ولكن كل اللي بنحس عليه المواطنين هو المشاركه الايجابيه الفعاله في هذا الاستحقاق الانتخابي الخطير والحساس في هذا الظرف الخطير عالميا. إلى أي مدى من واقع المتابعة لهذه المقرات الانتخابية رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال ممثليها في الخارج مدى يعني حرص المواطن المصري على الإدلاء بصوته لاستكمال عملية التنمية الشاملة في مصر والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة؟ والله المشاهد من الصور والفيديوهات والبث المباشر من مواقع اللجان الانتخابية في الخارج، الملاحظة الأولى هي حرص الشباب الجيل الثاني من المغتربين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وحرص المرأة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية. ده كان تواجد ملحوظ وظاهر في المقار الانتخابية. كذلك احنا لما تابعنا في الدول العربية بالذات يوم العطلة يوم الجمعة، الإقبال الكثيف والطوابير اللي كانت موجودة أمام القنصليات والسفارات تدل على أن المشاركة الإيجابية هذه المرة في الانتخابات الرئاسية ستكون معدلاتها أعلى من المرات السابقة، وده يدل على أن هناك وعي من المواطن المصري سواء في الداخل أو في الخارج بأهمية المشاركة الإيجابية، وهو خطوة حقيقية لبناء الجمهورية الجديدة. نعم، هل اختيار هذه الأيام الثلاثة بالتحديد يعني كانت عامل مساعد أو ساهمت بشكل أو بآخر على مساعدة أبناء المصريين في الخارج على الوصول للمقر الانتخابية في أيام الإجازات الأسبوعية، خصوصا أن يعني في المناطق العربية والخليجية يوم الإجازة هو في بعض الأحيان هو يوم الجمعة، وأيضا في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا كما تفضلت حضرتك وذكرت بيكون يوم الإجازة الأسبوعية هو يوم الأحد هو اليوم؟ بالفعل هو اختيار موفق من الهيئة العليا للانتخابات، ويمكن هو ده الفكرة المركزية أو الخط الناظم لكل الخطوات اللي حطتها الهيئة العليا للانتخابات، وهي التيسير والإتاحة الكاملة لممارسة الحق الدستوري. يعني كل العقبات اللي كانت موجودة في الاستحقاقات السابقة الهيئة العليا للانتخابات عكفت على تسجيل تلك العقبات حتى يستطيع المواطن أن يدلي بصوته بمنتهى السهولة والأريحية. أعتقد أن الاختيار الموفق لأيام الجمعة والسبت والأحد هو اختيار متوازن، لأننا أتحنا
الفرصه للدول اللي اجازه العمال فيها يوم الجمعه والدول اللي الاجازه بتكون فيها يوم الحد، لان زي ما حضرتك تعرفي ان فكره الاجازه لبعد المسافات و ممكن تبقى عائق حتى لو هناك رغبه من المواطن في المشاركه فيكون خارج عن ارادته ان هو يشارك، ولكن الاتاحه باننا نحط ايام الانتخاب يوم الجمعه والسبت والحد هي خطوه تسهل جدا 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 من مشاركه المقيمين في الخارج في العمليه الانتخابيه وهذا الاستحقاق الدستوري، وده يدل على تقدير الدوله ككل للمغتربين ودورهم الفعال في بناء الجمهوريه الجديده. نعم، يعني هاخد من كلام حضرتك دكتور محمد يعني تقدير الدولة المصرية للمغتربين في الخارج وأبنائهم، طبعا ظهرت جليا في الفترة الأخيرة وجود وزارة خاصة بهم وهي وزارة الهجرة، العديد من المبادرات التي تخاطب أبناء الجالية المصرية في الخارج، أيضا الامتيازات التي حصلت عليها أبناء الجالية المصرية وربطهم بالوطن، وبالطبع كان هناك لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من اللقاءات مع وزارة الهجرة ووزيرة الهجرة دكتور سهى جندي. كيف تقرأ ذلك، وهل يعني ما شاهدناه اليوم من تلبية لنداء الوطن من جانب المصريين بالخارج هو نوع من أنواع الرد الجميل؟ والله بالفعل احنا لما بنتابع الجاليات المصريه في الخارج وبتعقد هناك لقاءات مع المصريين في الخارج بنلمس هذا الشعور من المواطنين ان هو يشعر الان ان الدوله المصريه تهتم اهتمام شديد بالجاليات المصريه. حضرتك عندك مبادره السيارات الاخيره التي منحت ميزه نسبيه للعاملين بالخارج في الاعفاء الجمركي بنسبه كبيره بوديعه، اعتقد ان هذه المبادره لاقت قبولا واستحسانا من المصريين بالخارج، وبعد انتهاء المبادره بالفعل المده الممنوحه لها 6 شهور تم تجديد المبادره مره اخرى بناء على رغبه المصريين بالخارج. القنصليات والسفارات المصريه في الخارج تعمل على مدار ال 24 ساعه لتسجيل كل العقبات الجاليات المصريه. اعتقد ان المصريين في الخارج يشعرون الان أن هم محل اهتمام الدولة المصرية ليس بشعارات ولكن بإجراءات عملية ملموسة على الأرض شهدناها جميعا، وده الصوت العالي الآن من الجاليات المصرية في الخارج وممثلين الجاليات المصرية في الخارج أنهم يشعرون فعلا أنهم محل اهتمام الدولة المصرية وأن الدولة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات التي توجد أمام المصريين بالخارج. ودائما احنا كنا بنراهن على انتماء المصريين بالخارج وحبهم لهذا الوطن، واعتقد ان المشاركه الايجابيه في هذا الاستحقاق الانتخابي تدلل على هذه الثقه. ايضا الاهتمام بهم دكتور محمد في حقهم الدستوري وتمثيلهم في المجالس النيابيه، يعني الكوتا الخاصه بالمصريين في الخارج زادت واصبحوا بالفعل على ارض الواقع مثلما ذكرت جزء اصيل من المجتمع المصري. بالفعل يعني هو ده الأصل، أن لابد أن يكون هناك صوت يعبر عن المصريين بالخارج كما أن هناك أصوات تعبر عن نبض الشارع المصري في الداخل ممثلة في أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فأعتقد أن المصريين بالخارج كان لهم الحق في أن يكون لهم ممثل يعبر عن قضاياهم التي تخصهم، ولأن قضايا المقيمين بالخارج تختلف عن القضايا التي يهتم بها المقيمين بالداخل، والكل أمام الدولة على قدم المساواة. لذلك كانت الكوتة المعبرة عن المصريين المقيمين بالخارج تدل على أن اتجاه الدولة الحقيقي والواقعي والذي تدل عليه الإجراءات الحقيقية على الأرض هو الاهتمام بالمصريين بالخارج. وأعتقد أن هناك مزيد من الإجراءات التي ستتخذ في الأيام المقبلة إن شاء الله سيكون لها مردود إيجابي جدا جدا عند المقيمين بالخارج. وهل يعني ما شاهدناه من هذا العرس الانتخابي في 3 أيام هل ينعكس بشكل أو بآخر أو له مؤشر إن شاء الله على سوف ما يحدث في انتخابات المصريين في الداخل؟ والله هو الإطار العام أو الخيط الناظم للعملية الانتخابية هذه المرة هو إدراك المواطن المصري لأهمية المشاركة في هذا العرس الانتخابي وفي هذا الظرف السياسي الحساس الذي تشهده العالم أجمع، موقف مصري مشرف في قضية غزة، قيادة سياسية حكيمة،
اعتقد ان المواطن المصري مدرك تماما 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 لاهميه المشاركه الايجابيه في هذا الاستحقاق الدستوري، ودلل على ذلك المشاركه الايجابيه في الدول الاجنبيه وفي الخارج. اعتقد ان شاء الله ان المشاركه الايجابيه للمواطن المصري في ايام 10 و11 و12 ديسمبر ستكون رساله ايجابيه للعالم اجمع ان الشعب المصري يلتف خلف قيادته السياسيه. نعم، فكره دكتور محمد يعني الاصرار من جانب المصريين بالخارج على التصويت رغم سقوط الثلوج على سبيل المثال والعواصف الثلجية في روسيا، رغم بعد المسافات عن المقار الانتخابية. وكان يحدثنا منذ قليل الأستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن، وكان يحدثنا بأن هناك مسافة كبيرة جدا ما بين المدن ومكان المقار الانتخابية. يعني فكرة الإصرار وفكرة التحدي والمشاركة في هذا العرس الانتخابي و توصيل الصوت، وأن الصوت هو يفرق بالطبع في نتيجة الانتخابات، كيف تقرأ ذلك؟ هو الآن المواطن المصري مدرك لأن صوته صوت مهم، ومدرك أن الآن ليست العملية الانتخابية هي تحصيل حاصل، ولكن صوته هو صوت حقيقي، والعملية الانتخابية هي عملية ممارسة ديمقراطية حقيقية. الشعار المرفوع من الجميع هي المشاركة، انزل شارك، يعني نحن لا نوصي أحد بأي اختيار، ولكن بصفة عامة نوصي الناس بالمشاركة. البعض وهذا طبيعي أن يكون له مرشح يدعمه ويسانده، وهذا حقه الدستوري الذي يكفل له الدستور، ولكن الأصل أن تشارك، المعنى الأكبر أن تشارك، أن تكون إيجابي ويكون لك صوت، وما دام المواطن يدرك أن هذا الصوت سيكون صوت حقيقي في انتخابات حقيقية فهو يشارك. أعتقد أن الحرص الذي رأيناه من المواطنين في الخارج يدلل على أن المشاركة أصبحت مشاركة إيجابية، وأنها مشاركة حقيقية ستساهم في إيجاد نتيجة تعبر عن رأي الشارع المصري تعبير صادق وحقيقي. لذلك فحرص المواطن في الخارج رغم المعوقات اللي كانت موجودة في بعض الدول، رغم الأجواء القاسية في بعض الدول ودرجات الحرارة اللي اقتربت من الصفر مئوية والثلوج اللي كانت موجودة في بعض الدول، ومع ذلك رأينا كبار السن، رأينا الشباب، رأينا المرأة مصرين إن هم يقطعوا مئات الكيلومترات بالسيارات ويروح عشان يشارك بصوته. أعتقد أنه إذا كان يعلم أن هذا الصوت لا قيمة له لم يكن ليتكبد كل هذه المشقة في هذه الأجواء، ولكن إدراكه أن هو يساهم بالفعل في بناء الجمهورية الجديدة بهذا التصويت أيا كان المرشح اللي هيختاره، أعتقد أننا وصلنا إلى درجة من الوعي جيدة جدا بهذا السلوك الحضاري من المواطنين في الخارج، وهم مواطنون بالدرجة الأولى مصريون، وهذا يدل على انتمائهم لهذا الوطن وحبهم لهذا الوطن. يعني يمكن في هذه الصورة الحضرية التي تتحدث عنها دكتور محمد لأول مرة بيتصدر الشباب المصري من أبناء الجيل الثاني والثالث للمشهد في العديد من دول العالم، خصوصا على سبيل المثال روسيا. يعني الاهتمام بفئة الشباب وربط الجيل الثاني والثالث بوطنه الأم من خلال العديد من المبادرات، من خلال زيارات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وغيرها، لأي مدى بتسهم بشكل إيجابي في تعميق الوعي الانتخابي والانتماء بالوطن الأم؟ أعتقد أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت أزمة كاشفة لجهود الدولة المصرية وحرصها على أبنائها من الطلاب وأبنائها من الشباب، وظهر هذا الحرص في رد الفعل الإيجابي من شباب مصر في روسيا وفي غيرها من البلدان، لأن لما الشباب بيلاقي حرص الدولة عليهم وإزاي الدولة راعتهم ووضعت تيسيرات كبيرة جدا 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 في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، فكان رد هؤلاء الشباب على هذه الإيجابية من الدولة بالصورة اللي حضرتك بتشيدي بيها وشفتيها والعالم كله شافها، ان في شباب فعلا من الجيل الثاني والجيل الثالث موجود في
روسيا وفي الدول الأوروبية والدول الأجنبية أصر على النزول للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي من واقع انتمائه لهذا الوطن. أعتقد أن كلما كانت الدولة في تعمل على رعاية أبنائها خارج الوطن، كلما زاد حرص أبناء الوطن على المشاركة الإيجابية لبناء الجمهورية الجديدة والمساهمة في كل ما يساهم في تقدم هذا الوطن. فأعتقد أن ده كان رد فعل طبيعي ومنطقي لهذه الجهود المبذولة من الدولة في هذه الأزمات لهؤلاء الشباب، فكان إحساسهم بأن الدولة لم تنساهم، وهناك دول أكبر من مصر اقتصاديا وأحسن في ظروفها الاقتصادية ولم تستطع أن تتخذ تلك الإجراءات لحماية أبنائها في الخارج في ظل هذه الأزمات العاصفة. نعم، بعد انتهاء هذا اليوم وأيضا يبدأ يعني عمليات فرز الأصوات في السفارات والمقرات الانتخابية المختلفة، وأولها بالطبع هو نيوزيلندا التي يتم بها عمليات الفرز الآن، كيف يتم التنسيق مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في نيوزيلندا لمتابعة عملية الفرز وأيضا لضمان نزاهة العملية الانتخابية أمام العالم؟ يعني احنا لجان المتابعة لجان بتتابع سير العملية الانتخابية، وهو ده الدور المنوط بالمتابعة والمقرر من الهيئة العليا للانتخابات. أما عملية الفرز وجمع الأصوات فدي بيقوم بيها ممثلين المرشحين للرئاسة داخل اللجان الانتخابية. نحن نتابع ونرصد خارج اللجان الانتخابية سير العملية الانتخابية، المعوقات الموجودة للعملية الانتخابية. عملية الفرز والجمع بيقوم بها المناديب للمرشحين الرئاسيين، يتابعوها يعني داخل اللجان. نحن نرصد ما يصدر من بيانات رسمية من الهيئة العليا للانتخابات وفق هذه الأرقام، لأن هي الجهة الوحيدة المنوط بها حصر الأرقام الخاصة بنتائج الانتخابات. نعم، ماذا عن صورة مصر في عيون وسائل الإعلام الغربية وأيضا العربية كما تابعتم خلال اليومين السابقين؟ أعتقد أن الرسالة واضحة وجلية، وأن الصورة معبرة على أن هذا المواطن المصري المقيم خارج مصر والذي تكبد العناء حتى يصل إلى مقر اللجنة الانتخابية، إذا كان يعلم أن العملية الانتخابية هي تحصيل حاصل، أعتقد أنه لم يكن ليتكبد كل هذه المشقة. ولكن الصورة الآن التي توجد أمام القنصليات والسفارات المصرية في الخارج تدل على أن المواطن المصري لديه قناعة أن العملية الانتخابية هي عملية انتخابية وممارسة ديمقراطية حقيقية، نتيجتها هي المؤشر الوحيد والعامل الوحيد المحدد لنتيجة العملية الانتخابية. وهذه الصورة المرسومة الآن أمام كل دول العالم، صورة ليس فيها تجميل وصورة ليست صورة مصطنعة، ولكن صورة حقيقية هم يشهدون عليها أمام القنصليات والسفارات المصرية في الخارج. إذن ما هو المطلوب منا بعد هذا العرس الانتخابي للبناء عليه تجاه المصريين في الخارج بعد ظهور هذا المشهد جليا، عرس ديمقراطي، تلبية نداء الوطن، الالتفاف حول الدولة في كافة المواقف والأحداث السياسية، خصوصا بأن مصر تموج بالعديد من التحديات في المنطقة؟ يعني لأكون أكثر واقعية، هو لم تكن الدولة المصرية تنتظر المشاركة الإيجابية من المصريين بالخارج حتى يكون لها دور إيجابي معهم أو تزيد هذا الدور. والدليل على ذلك أن كان هناك ممثلين للجاليات المصرية في الخارج في الحوار الوطني الذي أقيم على مدار أكثر من سنة ونصف، وعرضوا مشكلات المصريين بالخارج، عرضوا مطالب المصريين بالخارج. بالفعل مطالب المصريين بالخارج على طاولة البحث وطاولة التحقيق من الدولة، وكل يوم هناك جديد في دعم المصريين بالخارج وفي تلبية طلباتهم وفق الممكن والمتاح من إمكانيات الدولة المصرية. أعتقد أن وزارة الهجرة تقوم بدور كبير جدا 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 في إقامة حوار فعال مع الجاليات المصرية في الخارج ونقل نبض هذه الجاليات عبر ممثليها إلى الدولة وعبر القنوات الرسمية. لذلك أعتقد أن هذا الدور لم يكن ليبدأ
بعد هذا المشهد، وإنما هذا الدور بدأ من فترة طويلة، وهذا المشهد هو نتيجة لهذا الدور الكبير والتواصل الكبير مع الجاليات المصرية بالخارج، وأن هذه الجاليات لمست أن الدولة المصرية تضعهم في عين الاهتمام وتضعهم في محل الاعتبار، وأن الإجراءات المتخذة كلها هدفها الأول والأساسي هو الحفاظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج وتحقيق مطالبهم. نعم، الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.